المهم انا دابا لقيت من غادي نبدل ليه لاكوش رجيلات نبدل ليه لاكوش. انا كندير ليه كما قلت لكم كالا. بالنسبه للانجيت غادي ندير ليه هادو، هادو اللي كندير ليه من نهار اللي تزاد. ها هما البنات كناخذهم من بين، ها من نهار اللي تزاد هادو هما اللي كندير ليه. زينات ام باك. المهم اختي لبست ولدي، كياخذ ليا وقت صراحه بالانيش لان ولدي كيتعكس ليا في اللباس وداك الشيء. نقول ليا كيفاش جاتني البيجامات ديال شي اني شريت، راه كنت بارطاجيتها معكم في معادي، تتقول ليا كيفاش جاتكم الكبويدات. المهم دابا نوريها لكم كامله، وما غادي تفرجوا في هذا الفيديو حتى غادي تكونوا شفتوا واحد الفيديو ريل حطيته في الانستغرام زوين ديال ساندي سوار. المهم اختي انا جمعت الشعيه ديالي، حمقاتني هذا البنات وهذا ناديم فريمون كيصوفيو بزاف. كتجمعي اختي شناتفك وهذا باش ما كيبقاش داك الماء كيبقى كيسيل هنايا كيفزقك، هذا زوين. دابا اختي غادي نغسل الوجه ديالي. بام بام با بام 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 بام. حجباني بداو كيكبروا، غادي خصني نحيدهم. غادي نحيدهم البنات بهذا المويس، ما حد لابو ديالي فازقة. فوالا شفتو انا لا فورم ديال الحجبان البنات ديجا مطراسيا، ديجا مقاده على حقاش كنت ديجا درت الميكروشي ديال، فهمت الكبيدات. دونك ديجا درت الميكروشيدين، بقات لا فورم عندي مبراسة. صافي اختي شابي شنو درت، صافي نضغطي لابو ديالي. با 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 با. نديرو هذا ديال لاغوش بوسي، نديرو هذا كنت درتو في الاول البنات، وكان دار ليا واحد الحبيبات صغيورين، اذا بس خدمته البارح ما دار ليا والو. المهم البارح ما دار ليا والو، حيتاش النهار الاول فاش كنت اول استخدام، اول استخدام دار ليا الحبوب بزاف. صافي البنات دونك بعد ما درتو كيف ما قلت لكم، كنت واحد الخطره اول استخدام، اول استخدام به فيه في البلاصه دار ليا الحبوب. من بعد البارح درتو قلت نولي نجرب، ما دار ليا والو. وزوين الترطيب ديالو صراحه زوين. فوالا نديرو شويه ديال البلاش ليكيد اختي باش ما نبقاوش صفر بحال هكا. من اختي على هاد الصفوريه. المهم بنات انا راني فاطره دونك ما صايماش. تخيلوا بنات فاش كتكوني، فاش كتكوني صايمه كتفيقي، كتفيقي فيك الجوع ومجهياش لا حاجه باغا تاكليها، وفاش كتكوني فاطره ما كتحملي تاكلي حتى حاجه، وعاد كترشق لك تصومي النهار كامل يومين تصومي متابعين ما كيجيكش الجوع. والله الا البنات ما فهمتش، ما فهمتش انا شنو شو هذا. المهم انتم شوفوا غادي تجي عندي ماما صونات عليا قالت لي غادي نجيو نشوفوا غالي فراسكم. البارح ديت مشيت انا عند ماما في العشيه في مع ديك الخمسه هكا، مشيت عند ماما وبابا حل لي الباب. تخيلوا حله ديال بابا، قال لي فين هو غالي، قلت له ما كاينش، قال لي طلع عند امك. قال لي طلع عند امك صافي، مازالش معايا الهضره، فهمت اختي. انا هاد الولد هذا انا اللي داري بلاصتي، انا كنت فرحانه انني انا الوحيده اللي بنتهم وما عندي لا خويا لا اختي، ولكن عندي اختي، اختي بنت خالتي هذيك كنقول لها اختي بيان سور عندي اختي. المهم كيما زعما امي وبا عندهم انا، وانا فرحانه بهذا الشيء. صدق اختي انا ولدت، انا اللي ولدت. شوف يا ابو علي داي ليا بلاصتي، هذوك راه مي بارون، مي بارون ميما وبا ديالي، تيقول لهم با وميما، ميما با ديالي ديالي انا بوحدي كيضحك. صافي الكبودات. المهم احنا سالينا دابا اختي
غادي نمشي للكوزينه نيشان بلاتي ونجمع نقادو الشعير حتى هو نعطيو. شوفوا شوفوا اختي انا شعر، شوف نعطيو الشعير وقته نشوفوا شنو غادي نديرو فيه. وغادي نمشي للكوزينه حيت البارح ما غسلتش الماء عند المغرب، ما نكذبش عليكم ما غسلتش الماء عند المغرب وكنت عيانه مع راكم عارفين الساندي وكذا الساندي سوار، ما غسلتش الماء عند سمحت يوم هكاك اختي وجلست تويلي بقاو حنايا ما كنساليوش حنايا من الماعن اختي، بقاو حنايا غير الماعن غير الماعن غير الماعن فوالا بلات. المهم بالنسبه للشعر البنات انا اللي كندير ليه هكا، انا اللي كنفخو هكا باش كيعطيني الفوليوم، لان انا شعركم عارفين هابط ليس بزاف ما فيهش الفوليوم، دونك انا كندير ليه هكا باش كيجي فيه الفوليوم. صافي اختي دابا غادي نمشي نيشان الكوزينه غادي نفطر ولدي غادي نحاول ناكل انا شي حويجه ومن بعد غادي نغسل داك البنات. دابا المهم راه جيت انا غنشارك معكم اشنو شريت. سمعوا سمعوا الصفاره، حتى كتجي ماما عاد تسمع لي الصفاره في داري، ما كنحمش نطيب في الكوكوط، ما عمرني طيبت في الكوكوط اصلا. المهم شوفوا البنات راني مشيت رجعت خديت هذا لحقاش هذا كنعجبني والثمن ديالو مناسب 75 درهم وفيه فيه 4 لتر ونص. عاتو راه دوز ليا داك الاخر اللي كنت شريت ديك المره كنت بارطاجت معكم باقي لي فيه واحد الشويه يعني كيدوز داكشي اش ولا عجبني هذا وريحته زوينه شميت ماما الريحه اللي كتبقى في الحوايج كتبقى الريحه في الحوايج زوينه. المهم خديت هذا ودابا غادي نوريكم في المكياج اشنو خديت. ما لقيتش شي حوايج كنت باغاهم في المكياج ما لقيتهمش، ما لقيتش لا بودغ ليبغ، ما لقيتش واحد البرايمر ديال اسانس، ما لقيتش واحد الماسكارا. المهم انا نوريكم شنو خديت. خديت بعدا هذه، شوفوا هذه ديما كنشريها وديما كنوريها لكم وديما كتخسر ليا ديال الحناد ديما كتخسر ليا كتبقى تحل ما عرفتش علاش كتحل صافي كتولي كلها طويله كنرميها غير يعني كنت يلا كي شريتها راه مازال في الحمام خاسر هاد. المهم خديت هذه، خديت باكيه ديال الاستيكات هاتو ماما تقول لي اري شوف هاتو خديت الاستيكات انا نعطيك البويضين ماما كدير الحاجه بنتي هاك البويض جوج كوحل هات شوفي شحال بويضه جوج كحل ها انتما البنات. انا هادو هما اللي كندير هاد لاستيكات هما اللي كندير شعري ما كي فهمتوا ما كيقصفوه ما كيقصفوليش شعري ورطيبين هادو زوينين هادو انا عجبوني هما. شوف الطويصه كتبقى لكم الا بغيتي ديري فيها شي كريم شي لعيبه ديالك. المهم هانتوما خديت من اسانس هاد لي ماسكارا دوش. اول حاجه خديت هذه ديال الحشبان، هذه فيكساتور ديال الحشبان دايره وقيله نشوف ما بقيتش عاقله على الثمن حيت تسالات ليا هذيك ديال افون دايره 35 درهم دايره 35 درهم. وهذه الماسكارا هذه الله جديده قالت ليا دايره 45 ها هي. المهم انا كنت غناخد ديك الزرقاء اللي وريتكم في الاول وهي ديال النساء قالت لي شوفي جربي هذه غادي تعجبك قالت لي جربي هذه راه زوينه. انا دابا نقبل لكم الكاميرا باش تشوفوها. وهذا الفيكساتور ديال الحجبان انا وليت مبلايه بالفيكساتور ديال الحجبان بزاف البنات هانتوما هكا
ونفيكسيوهم باش كيبقاو كيف ما مع انا عجباني غلاض كيبقاو يتخرمزوا ليا. فيكساتور كيجي زوين. المهم دابا نوريكم اطرني ما كنبركش غير كنهيب عليهم. دابا نخدم به ولي ريحته فنه في ريحه الفريز. اول مره غنشوف شي فيكساتور فيه الريحه. المهم خديت هذا وهذا البنات راه كيعجبني فيكسي به حتى هادو. شي مره كنكون جامعه شعري هكا مزيان وكنفيكسي به هاد البيبي هي ماما قالت لكم وتقد ها هو دايرينو البنات شتي دايرين حتى ديال الشعر دايرين الشعر والحجبان. وراه الا ما بغيتيش تاخدي بحال دابا هذا ب 35 غتمشي عند المكياج تقول له عطيني الماسكارا ترونسبارنت يعني ماسكارا غير الماء ما كتبانش. هذيك الماسكارا ختمي بها حجبانك وختمي بها شعرك راه كتباع شي 10 دراهم بحال هكا يعني البنات اللي ما كيبغيوش ياخذوا هكا شي حاجه بثمن طالع. صافي اختي هذه الماسكارا هذه اول مره غادي نشوفها اصلا قالت لي جديده قالت لي جديده. شوفوا الشتا ديالها كي جايه دايره جايه هكا شفتوا ايوا صافي البنات. المهم انا غادي نجربها عاوتاني ولا كانت زوينه غنقولها لكم. شوفوا راني كنوجد العيد. صافي من بعد خديت هذا ماسك ما فهمت فيه حتى حاجه غير عجبتني ريحته وخديته لان ما عرفتش اللغه باش مكتوب هذا الشيء ميلخ ماسك. المهم وقيله الالمانيه البنات. المهم اختي انا عجبني لحقاش ديال سكنجبير وريحته فنه. فسولت البنيته كاين ديال العسل كاين سكنجبير وكاين ديال شي حاجه واحده اخرى ما عرفتش شنو هي. المهم هذا هو اللي عجبني انا. وسولت البنيته قالت لي راني دايه قالت لي راه زويون قالت لي ديري شعرك راه غادي يعجبك قالت لي كيخرج الشعر هكا هابط لحقاش انا مؤخرا هذا الاخر هذا ديال شعري ولا فهمت ولا ناشف ماشي محروق ولكن ناشف ما بقيتش كندير له لي ماسك وديك الشيء. ايوا صافي هذا ما كنعتو ريحته فن شمي ماما وي وي فن غزال ياك دير شعرك كراميل سكنجبير دير شعرك دابا ماشي مشكل خمس غسلاش واخا ما تغسليهش راجلي جا من الخدمه زوين ريحتها البنات فن ياك طولي شعري طولي ماما كدير داكشي ديال الاشارات ما طولي شعري بنات هانتوما شوفوا شنو وجدنا شلايضه الخبيزات خالتي ملكه جات قالت لكم الفول هانتوما هادو البنات شهاوني في الباتيسري تيكونوا معمرين باللوز كيجيو فنين اللوز بزاف ديال الكاوكاو بصافي ديال الكاوكاو والله الا طيبه باللوز شوفوا خالتي راه غاليين يا اختي ولابسه السماوي خليكم رمضان مبارك سعيد وانتم بالصحيحه والعافيه وطول العمر دخل عليكم بالصحيحه يا ربي بقيتوا لاباس عليكم تهلاو لي الصفاء شكرا يعطيكم المهم كبديت هانتوما ساعه ساعه كنتفكروا شي حاجه كنجيو نجيبوها. ايوا صافي هذا ما كان عمر فوق ما كيجي من الخدمه كيجيب شي لعبه الغالي. شوفوا دابا شنو جايب ليه شوف ويلي 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 غيحمق لي الدري. شوفوا البنات عاوتاني جا بابا وشاري الغالي اللعاب. شوف شوف بابا تيقول لي صافي بحالك بحالو قلت له علاش انا ما كتشريليش. شوفوا كاين هادي مازال ما فهمتش البنات هادشي كيفاش كيدار. المهم انا عاد نشوف هادشي راه فيه الحجار. لا مشاو غيجيبوا الخبز هادشي فيه الحجر وهذا البنات هادي كتخدم ها نتوما كتبقى كدور هكا فهمتي بحال بطريق راك في باطو كتبقى تلعب في الماء. دابا هادي تيدخل يدوش ونعطيها له يلعب بها هكا كتبقى غاده فوق الماء. والطوموبيل شوفوا الطوموبيل كي داير شوف الطوموبيل فنه واعره حتى هي بالحجر حتى هي خصها باقي غير الحجر وتخدم البنات دابا غادي ندير لهم العصير. شوفوا لي باش زوينه هاد العصاره اللي كنت شريت وكنت شاركتها معكم. شوفي كتحيد هاد الراس وخصك تغسلي ديك اللي كانت عندي انا في الاول كتهزيها بكلشي ديالها عاد يمكن لك هذا ها هي تصوبات. صافي نحاول نقاد هذا مزيان راني كنصور بيد ومن هذا بيد راكم عارفين الحال صعيب. نبرونشيوها ونبدا البنات نطحن العصير دابا والله الا سهلوا علينا بزاف بزاف ديال الحوايج. وانا هانتوما
عرفتي والله الا كتخدم زوينه غزاله البنات، كنت خديتها من بغيكوما. هانت غزاله. شوفوا بنات تبارك الله، راه حنا عاد قدينا عزنا اللي خصو يتزاد وداك الشيء. المهم انتوما فوالا انا الراعي الرسمي ديالي خصو يكون حتى شوفوا بنات نسيت ما وريتكمش، راه شريت بزاف ديال الحويجات هكا ديال المكياج اللي جدادين، وفهمتوا منهم هادو، هذا البيوتي بلندر، هذا المهم شريت شي لعيبات. دابا بغيت غير نبارطاجي معكم هادو اللي شاركت معكم في هذا الفيديو. هذا البنات هو الفيكساتور ديال الحجبان وديال الشعر، هو هذا اختي، وهذه هي الماسكارا ياك، وهذا هو اللي قلت لكم ما قفلت فيه والو، عجبتني ريحته وهزيته، ولكن قالت لي البنت راه ماسك زوين، قالت لي للشعر كاين ديال سكنجبير وكاين ديال العسل وكاين ديال حاجه اخرى ما عرفتش شنو هي. انا حمقني ديال سكنجبير ريحته فنه، وانتم راكم عارفين ان كناخذ لي برودوي ديال الشعر على حسب ريحتهم. عطو غزال البنات، رائع رائع. بما انني دابا متبعه ديك لاكام ديال كابير، ف ما بقيتش كنشري هاد لي ماسك وديك الشيء فهمتوا، بقيت كنشري بزاف ديال الحوايج ديال الشعر. ودابا اختي فاش شفت هذا ديال سكنجبير ما قدرتش نقاوم الريحه ديالو وخديته. فوالا تكتبوا لي البنات اللي مجرباه تقول لي راني مجرباه. دابا هذا غادي نديرو دابا، وعاد غادي نمشي للدار ديال حماتي. ها انتما الزينات غادي نديرو شويه من هذا، لحقاش اختي ما قدرتش نصبر، سمحيلي يا اختي ما قدرتش نصبر. قالت لي السيده اللي خدامه في داك الماركت، قالت لي انه تقدري ديريه لشعرك وتمر الحمام، فهمتي ماشي غير في الحمام. قالت لي راه انا كنديرو تمر الحمام زوين ما كيزيدش ليا شعري وكذا وكذا وكذا، انا بحال هاد لي برودوي فاش كنديرو مور الحمام كيزيدو ليا شعري بزاف. عرفتو ريحتو فنه، راه ميمكنش ريحتو شحال فنه البنات، ميمكنش. وغادي ندير حتى هنايا، عرفتو البنات انا في الصيف شنو كندير، وهاد القضيه هادي راه شاركتها معكم في الصيف. في الصيف اش كندير لشعري، لان راكم عارفين الصيف العومان هادي 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 كيعرق لك الشعر كدوشي بزاف، فما كيصلحلوش تصواب بزاف. كندير ليه بحال هادو، سوا ماسك سوا ابري شامبوان، ولا بديل الزيت كنديرو بحال هكا من لا غاسين حتى لتحت، وكنمشط شعري وكنجمعو سفنجة حتى كيبقى غزال البنات النهار كله، وفي نفس الوقت كيكون علاج للشعر انه كيتعيد غاضا. عشان بنت انايا كنبقى نحبس ديك لا سبيرولين ديالي، كنتعصب والله ما خصنيش كاع نبقى نحبسها. لا سبيرولين زوينه كنت ولفتها بزاف. ها نتوما هاد المشطه هادي كنت خديتها من شاين، ها هي شفتو بها كنقاد هادشي. ها نتوما هادي هي المشطه ديالي البنات في الصيف، هادي هي مشطتي انا في الصيف، تقريبا نص ديال الصيف كندوزو بحال هكا كيبقى شعري. ها نتوما هاد المشيطه هادي خاصني كتعجبني ندير معاها شي شنو كيسميوها البنات قولوا لي نتوما، دي بوكل، دي بوكل كيكونوا باينين سوا مدورين هكا كبار، سوا هاد اللعيبه هادي كتكون كبيره باينه فهمتوا. المهم غادي نجمع بحال هكا شعري، خاصني لاستيك ما عنديش لاستيك هنايا،
مهم ريحته فنة البنات، ما يمكنش الريحة ديالو شحال خطيرة. شوف حبيت فوالا 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 فوالا، حطيت لكم واحد الريال يلاه دابا في الانستغرام، كنظن نتوما غادي تشوفوا هذا الفيديو حتى لغدا حتى لنهار الحد. دونك غنحط لكم مور هذا، نحط لكم داك الريل باش تشوفوه، كان زوين صراحه، صورته انا ومون بيبي دامو داز غزال البنات، غادي يعجبكم باش تشوفوه يعني هكا بالموسيقى ديالو داكشي اللي كديت ليه، غادي تشوفوه في انستغرام ديالي، وكاين حتى في تيك توك الكبيدات. ايوا صافي هذا ما كانت الكبيدات، دونك غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا في الليل، فاش غادي دابا غنمشيو عند حماتي، فاش غادي نرجعو عند حماتي غادي ندوش الغالي لان شعرو كيبقى يتزيد ليه وتروح ليا، وانتم عارفين ديما كنقول لكم واش كيتروح ليا غالي كندوش ليه كيولي صافا شويه الحمد لله. هذا ما كان الكبيدات، دونك غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا، وغادي نخليكم مع الريل اللي غادي يكون من مور هذه القطعه هذه، تفرجوا في الريل ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا لكم كامل الى وصلتوا لهنايا.